بكم واهلا وسهلا بكم معايا في حلقه جديده من علاش لا. علاش لا نعيشوا مزيانين، وعلاش لا نبسطوا الحياه، وعلاش لا نعطيو كل حاجه قيمتها الحقيقيه لا اكثر ولا اقل، وعلاش لا اللي ما نبداوش الفقره ديالنا وانت اللي كاينه. انت اللي كاينه وما كاينش ما احسن منك، هذا الشعار ديالنا اللي دائما خاصو يبقى في بالك. واول مشكله عندي اليوم كتقول سمح فيا، هادي عامين وقت اللي كنت كنحماق عليه وكنعمل على ودو اي حاجه، ودابا عاد راجع كيقول لي باغي نزوج بك، ولكن انا ما باغاش وخاصني غير نرد له صرفه. واش معايا الصح؟ في نظري اكبر غلط هو هادشي اللي باغا تعمل، وما كاينش اللي غادي يخرج خاسر من غيرك. كارما اللي عطيتيه كيرجع لك سواء بالخيب سواء بالمزيان، وبمعنى اصح انتينا كانسان خلقك ربي في هالدنيا باش تعيش وتتصرف كيف ما اخلاقك وتربيتك كيقولوا لك، وماشي نطلب منك تنتقم وتاخذ حقك من شي واحد اداك، حيت كاين هو الفوق اللي كيتكلف كيشوف كل شيء وياخذ الحق كل واحد ويجيبو حتى لعندو. يكفي انك تسلم امرك لسيدي ربي وتوكل عليه وتعيش حياتك طبيعيه وحقك غيجيب لها عناء. كن مأكده انك الا مشيتي حتى بغيتي تاخذ صرفك بيدك غادي تضيع وغادي تخرج من هذا الحرب خسره راسك. ثاني مشكله، الفرق بيناتنا 6 سنين ولكن باغيني وباغاه، انا 28 سنه وهو 22 سنه، غادي تلعبوا ولا شنو غادي تعملوا بالضبط؟ هو 22 يعني الا كان قراي وذكي وكيفكر في المستقبل غادي يكون يلاه تخرج من شي حاجه، وشنو ما كانت هاد الحاجه غادي يكون هو عاد غادي يبدا الكارير ديالو وغايقول بسم الله في مجال ديال الخدمه. وانتينا شنو غتجلس تعمل تسناه ملي غادي يوصل هو 28؟ انتينا غادي تكون 34 عام، وإلا عمل شي مستقبل كيبقى ديك شي ضله هادشي لا عمل. علاش عليك نقولوا حنا كاع مرتاح ماديا وعندو كلشي على صغرو، اتوصلوا لواحد لاج غادي يطلع له فراسو غادي يسمح فيك ولا غادي يخونك؟ حيت ما عاشي، حيت مرحله العشرين اللي هضرت عليها في الحلقه اللي فاتت تينا تكون عايشتيها، ولكن هو لا، دونك غادي تجي الصيغه معطله. شكون اللي خاسر؟ تينا. بس قدك يواتيك، تكونوا جوجكم في الثلاثينات نقدر نفهمك كاين الفرق، ولكن في هاد الحاله هادي صعيب العلاقه تكمل حيت هو باقي ما نضش شي بالمقارنه معاك. مشكله اخرى، راجلي كيقول عليا مغنانه وكندابزو دائما بهذا السبب، ولكن كنشوف راسي فحالي فحال البنات. وانتينا بعدا خصك تكون تينا ما فحال حتى شي وحده، هادي هي الاولانيه، البنات ماشي فحال فحال. والراجل سي كوم بيتي بيبي، تقدر تدي منه اللي بغيتي بالعقل، اما باغنان غتخسروا بجوجكم. ما تعتبرش الرجل عدو ليك، الا جبرتي ولد الناس اللي باغيك وعاطيك قيمتك فما فيها بس تسعف باش الباطو يمشي. حسب عندك واحد البيبي زايد، الا عندك وليدات زيد معاهم واحد. بما انك مرا فتك اسفه معروفه عليك، خاصك تعرف باللي ممكن تطبق اي قرار في حياتكم وتمشي اي حاجه بغيتيها والزوج ديالك عند باله هو صاحب الفكره والقرار والانجاز، وهكذا غتكونوا جوبيكم رابحين. ندوز لاخر مشكله، كنا مزيانين دوزنا 8 شهور، هاد الشهر الاخر بديت كنحس به بارد معايا وجا قال لي خاصنا نتفارقوا، انا باقي باغاه شنو نعمل؟ اللي تعملو هو انك ما تعمل والو، هو راجع عيش حياتك. ولا كنتو بصح ديك 8 شهور العلاقه كانت مزيانه كن مأكده غادي يرجع. الراجل في الطبيعه ديالو متردد وكيخاف من المسؤوليه، فكتجبرو الى جبر انسانه مناسبه ومشى معاها كيوصل لواحد النقطه اللي كيقول بلاتي فين ماشي انا كنغرق، وكيرجع في حاله تما فين كيتخلى عليك. فاذا انتي خليتيه على راحته وما عملتي حتى شي ايفور باش يرجع، غادي يرجع باغيك اكثر من الاول وباغي يكمل معاك حياته، وانتي ديك الساعه كتختار واش باغا ترجع او حياتك بلا به احسن. دونك الا مشى كنشدو موراه الباب بشويه، كنعيشو حياتنا وجهدنا كنضيعوه على راسنا باش نعيشو مزيان، ماشي باش نردو شي شخص اللي هو اختار يمشي فحالو بلا سبب. ودابا وصلنا لفقره كون على بال، وغادي نكونوا على بال اليوم في سؤال روتيني ديال البنات، وهو كيفاش ننساه؟ مشى وخلاني، سالينا ما تفهمناش وجبرتو كيخوني، تفرقنا بلا سبب، تعددت الاسباب والنتيجه وحده الفراق، ولا خروج شخص كان كيعني لك بزاف من حياتك. الفكره اللي اغلبيتنا كتجيهم بحال الصاعقه، فلان ما كاينش في حياتي من دابا الفوق. ركز معايا مزيان،
أول أيام الخروج من العلاقة كتكون من أخيب الأيام اللي ممكن تمر بها في حياتك. كل شيء كيبان لك كحل، الدنيا مظلمة، الحياة ما بقى عندها حتى مذاق، كل شيء باس، الماكلة، الخروج، الهضرة، الناس، كتشوف سنين حياتك ضاعت، وهذا الشيء كيخليك تبقى تفتش على أي طريقة ترد بها ديك الشخص لحياتك، وهذا هو الغلط. حيت هذاك الشيء باش كتحس في ديك الوقت كيتسماو a temporary feelings، مشاعر مؤقتة، فترة طبيعية مور أي انفصال وكتدوز. فما تحاول تعمل والو غير أنك تعيش ديك اللحظات بكل شيء ديالو بلا ما تعمل حتى ردة فعل اللي ممكن تزيد طول عليك ديك الفترة والدوزة صعب. أما بخصوص أنك تخرج شخص من حياتك أو تبرد من جهة شخص كنتي كتبغيه، فهي أشبه بأنك تعافى من إدمان ديال شي دروغ. ملي كيجيو يعالجوك أصعب فترة كتكون هي الفترة اللي كيكون فيها الدم على عيني صفا تماما، فكيرجع ديك الشخص هايج وباغي اتو بخي ياخذ الجرعه من المخدر باش يتهدن، وكيشوف راسو الا ما خداهاش غادي يحمق. اون فوا كدوز ديك الفتره بلا ما ياخذ داك المخدر كيبدا يتهدن بوحدو حيت الدم كيكون صفا. نفس الشيء باش تخرج انسان من قلبك او من الداخل ديالك. اللحظه اللي تحس فيها انك توحشتي بزاف والنفس ديالك ضاق عليك، باغا تهضر مع ديك لا بيرسون وتكون معاها، تكي على قلبك وعمل اي حاجه الا انك تواصل معاها. وملي غادي تخطى هاد ليتاب تما غادي تكون نجحتي وتعالجتي من الادمان البشري اللي كان فيك وغلبته في مره. وهنا وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديال اليوم. كنتمنى نكون فدتكم واخا واحد شويه على الاقل في المشاكل اللي صيفطتوا لي. دائما كنتسناكم تبعثوا لي لا ميساج ديالكم والمشاكل ديالكم، ونتلاقاو الحلقه الجايه. تشاو.